Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que tout va bien. Et alors, aujourd'hui, on va commencer une leçon de grammaire concernant les déterminants. Cette série va comprendre plusieurs vidéos. J'espère que vous allez bien profiter. مرحبا بالجميع، أتمنى إن أنتم تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي مع بعض سلسلة حلقات تخص دروس الجرامير في الفرنسي. الدروس دي اللي احنا نبتدي بيها او مجموعة الدروس اللي احنا نبتدي بيها تخص حاجة اسمها الديتيرمينون، هتاخد مننا كذا فيديو وارجو ان انتو تستفيدوا منها وتتابعوها. Tout d'abord, on va savoir qu'est-ce que c'est les déterminants ou quels sont les genres des différents déterminants. اول حاجة عاوزين نعرف مع بعض ايه هي الديتيرمينون، يعني ايه ديترمينون وايه انواع الديترمينون المختلفه. دي ديترمينون كاس كو سي، ايه هو الديترمينون؟ الديترمينون ده كلمات دي مو كي سون بلاسي دوفون لو نون، كلمات بتيجي قبل الاسم او الكلمه بتعمل فورم افيك لو نون الجروب نومينال الجي ان جروب نومينال. الديترمينون ايه وظيفتهم؟ كيل سون لو رول؟ الديترمينون انديك الجور بتاع النون، بتحدد لي وبتبين لي الجور بتاع النون اللي بعديها. الجور بيبقى لا اما فيمينا لا اما ماسكولين، يعني الديترمينون بتوضح لي من الديترمينون اللي بيسبق الاسم بقدر اعرف اذا كان الاسم ده فيمينا مؤنث ولا ماسكولين مذكر. دوزيام رول للديترمينون، الوظيفه الثانيه للديترمينون انديك اوسي لو نومبر دو نون، بتحدد لي النون ده اذا كان سينجولي ولا بلوريال، بتحدد لي اذا كان النون ده مفرد ولا بلوريال جمع. داكوغ، ده الرول والوظيفه بتاعت الديترمينون. دايما الديترمينون بتيجي تسبق النون اللي هي مرتبطه بيه. الديترمينون كال جور، يعني كال سون لي جور دي ديترمينون؟ لي ديترمينون سون كلاسي ان بليزيور جروب، في كذا جروب لي ديترمينون. في ارتيكل جروب بقول عليه ارتيكل، ده يشمل الارتيكل ديفيني الارتيكل انديفيني والارتيكل بارتيتيف. عندي ارتيكل ديفيني وانديفيني وبارتيتيف، وفي ديترمينون تانية، في نوع تاني من الديترمينون، ده يشمل الديترمينون ديمونستراتيف والديترمينون بوسيسيف والديترمينون انتروغاتيف والديترمينون اكسكلاماتيف. هي الانتروغاتيف والاكسكلاماتيف هما نفس الديترمينون، بس لما ناخدهم في فيديو منفصل ليهم يخصهم هما هنعرف ايه الفرق. طيب هنقول مع بعض ان جنرال كده رابيدمون ايه هما لي زارتيكل ديفيني. هما les articles définis. Les articles définis عندي le, la, l'apostrophe, les. يبقى الديفيني le, la, l'apostrophe, les. طيب اما الارتيكل indéfini، اما الارتيكل indéfini عندي un, une et des. Les articles indéfinis un, une, des. اما les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe. Pardon, j'ai oublié d'écrire des. Les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe des. D'accord? D'accord. Amma, les déterminants, le deuxième genre, les déterminants, bien qu'on les démonstratifs, possessifs, oui, interrogatifs, exclamatifs. Et démonstratifs, on a ce, cette, cette. C'est le possessif mon mamé ton tâté son sa c'est notre notre nos votre votre vos leur 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 avec s. M est déterminant interrogatif ou déterminant exclamatif quel son s quel avec s quel bel féminin son s ou quel au féminin avec s. ده ان جنرال الديترمينون. الديترمينون هي عبارة عن كلمة
صغيرة أو بسيطة بتسبق الكلمة اللي هي بتحددها وبتوضحها، بتبين إذا كانت الكلمة دي فيمينين أو ماسكولين وإذا كانت سنجولية أو بلوريال. كل واحدة من الديترمينون الأنواع اللي احنا شاورنا عليهم أو ذكرناهم في الفيديو ده، سواء ديفيني أو انديفيني أو بختيتيف أو ديمونستراتيف بوسيسيف أو انتروغاتيف وإكسكلاماتيف، ليها معنى وليها استخدام. هنشوف مع بعض في الفيديوهات القادمة وهنعرف كل حاجة بالتفصيل عنهم.